ممكن المدرب الجديد يكون ابتدى شاف حاجات كانت اخطاء بتحصل في نادي الاسماعيلي، وابتدى هو يشتغل على الكلام دوت وابتدى يحسنه. بس نادي الاسماعيلي مليان لعيبه كتير، انا شايف ان ازاي اللعيبه دي كلها مش قادره تحقق الفوز ولا والله الاسماعيلي عمل ماتش كويس، قدر يوصل لضربات الجزاء وقدر يكسب في الاخر. طبعا كان في دعم من الجمهور، كان لازم يبقى في الماتش ده فوز، لان الاسماعيلي الفريق كان لازم يصالح جماهيره، لان كان فيه في الدوري يعني الفريق عامل نتائج مش كويسه، فالجمهور ما كانش مبسوط، فكان لازم النهارده الاسماعيلي يعمل اداء كويس. طبعا الاسماعيلي طبعا نادي كبير وعريق، والحمد لله طبعا انا كراجل اهلاوي فرحان طبعا ان الاسماعيلي جاي تاني في كاس الرابطه، وممكن يعمل كمان سكور كويس، ودي طبعا بيكون بدايه. وطبعا معروف ان اي نجاح في الدنيا لازم في الاول بيبتدي بفشل عشان يعرف يستمر من خلال المحاولات وكده، وطبعا كلنا فرحانين. طبعا فوز مهم جدا ان الاسماعيلي كسب، وطبعا هيديله طبعا دفعه كبيره في الموسم ده والموسم اللي جاي ان شاء الله. الاسماعيلي قدم مباراه حلوه بصراحه النهارده، فوز هيدي دفعه معنويه حلوه جدا لنادي الاسماعيلي، طبعا في ظل الظروف اللي هم فيها وبيمروا بيها. الاسماعيلي نادي كبير طبعا، يعني بنتمنى من كل الانديه المصريه ان هم تقف جنب نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي يعني ضلع ثالث في الكره المصريه، مش الاهلي والزمالك بس، طبعا يعني النادي الاسماعيلي بس الفكره انه بيمر المحله طبعا فريق كبير، انت يعني عارف بيقدم موسم متميز جدا في الدوري النهارده والسنه دي، ويعني الاسماعيلي كان محتاج فوز زي ده، محتاج فوز زي ده هيديله دفعه معنويه كبيره جدا في الدوري. هو فوز كويس، بس يعني مش ده الفوز اللي هيديله الدفعه عشان يكمل. يعني هو كسب ضربات جزاء، يعني دي كلها حظ، فعشان تبقى يعني عشان تدي دفعه وكده لازم تكسب الماتش اللي جاي واللي بعديها، ساعتها نقدر نقول الاسماعيلي يرجع. طبعا فوز الاسماعيلي ده حاجه كويسه للانديه الجماهيريه، احنا محتاجينها تفضل مكمله في الدوري على الاقل. صحيح كاس الرابطه بطوله ثانيه، بس طبعا هتدي اللعيبه دفعه وتدي الاداره ثقه، الاداره المؤقته اللي موجوده دلوقتي، وكمان كابتن حمزه هيبقى محتاج الفوز ده عشان يقدر يشحن اللعيبه بالنسبه لماتشات الدوري ان شاء الله اللي جايه.